إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة الخارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور ياسر الغياثي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة من عند الله مباركة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، في بداية نقلنا لصلاة الفجر ليوم الأحد السادس من رمضان لعام 1442 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من إبريل لعام 2021. أيها الإخوة المؤمنون، تتوالى نعم الله تعالى على عباده، فيغمرهم بعفوه ويمن عليهم بمناسبات الخير والرحمات بفضله. وقد حثنا ديننا الحنيف على اغتنام تلك المواسم بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة التي تدخلنا الجنة. ومن أعظم مواسم الخير شهر رمضان المبارك الذي فضله الله سبحانه على الشهور والأيام، ففرض فيه على عباده الصيام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم اجعلنا من المتقين في هذه الساعة المباركة، من هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حمدا لله حمدا طيبا مباركا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأجرى بفضله السحاب. وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب. جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب، ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، الحكم العدل، يوم يكشف عن ساق وتوضع الأنساب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم، وخلق آدم من تراب. خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. فمن عمل صالحا فلنفسه، والله عنده حسن الثواب. ومن أساء فعليها، وما متاع الدنيا إلا سراب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، المستغفر التواب، المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب. خلقه الكتاب، ورأيه الصواب، وقوله فصل الخطاب. قدوة الأمم وقمة الهمم، ودرة المقربين والأحباب. عرضت عليه الدنيا بكنوزها، فكان بلاغه منها كزاد الركاب.
ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب، أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب، ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب، وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب. أيها الإخوة المؤمنون، تلاوة قرآنية مباركة من الآية 25 وحتى الآية 46 من سورة فصلت، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم فيها
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل
ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حقا وصدقا ويقينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة فصلت من الآية 25 وحتى الآية 46، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الأحد 6 من رمضان لعام 1442 من الهجرة، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة عبر أثير الإذاعة المصرية. رحم الله القائل: حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب، فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في 3:53 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان يا رب. أحرف القرآن
يدعو العباد لطاعة الدين
فيه وذكروا أبناءكم وتذاكروا بالنصر فيه وذكروا أبناءكم بالنصر في رمضان. وتوحدوا للصوم في إحساسكم وتوحدوا بالصوم في إحساسكم لنكون صفا محكم البنيان. إن الصيام إرادة نقوى بها اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وبركة علينا يا رب. رمضان قدومك ونداؤك أيقظ فرحتنا. أفراحك جاء فتحت أبواب مساجدنا جبر الرحمن بخاطرنا جبر الرحمن بخاطرنا والفرحة عمت أمتنا. رمضان 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 قدومك أسعدنا. عادت بلقائك بهجتنا والمسجد عانق جبهتنا. عادت بلقائك بهجتنا والمسجد عانق جبهتنا. نشتاق القرب لخالقنا يا رب فحقق رغبتنا واكشف بجلالك كربتنا. وكما قد جدت بعودتنا لبيوتك فاقبل دعوتنا. أفراحك تسري في دمنا والله بحب
ربك أكرمنا بصيام نهارك شرفنا وبنور قيامك علمنا لنراجع ما قد قدمنا لنعود إليه ليرحمنا يا رب بجاهك تقبلنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا Hiya!
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان لصلاة فجر الأحد السادس من رمضان بعد أن قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان شهر البركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل الكرامة، أنفاسكم فيه تسبيح، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، فاللهم لا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واحفظ مصر وشعبها وسائر بلاد العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وأرى أيها الإخوة الحضور في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون ركعتي الفجر متخذين الإجراءات الاحترازية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، ويأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ علي محمود شميس. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استخير ما استغفر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله ربنا ولك الحمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. فإنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه يعز من واليت ويذل من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر يوم الأحد السادس من رمضان لعام 1442 من الهجرة. نقلناها لكم عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
وقدم لنا الدعاء والابتهال وأذان الفجر الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. في الختام أيها الإخوة، نشكر الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط. وشكرا للزميل محمد عماد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي من أسرة المذيعين دكتور ياسر غياتي. شكرا للزملاء باستديوهات الهواء، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى الاستديوهات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد السادس من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد.